بأجواء فيها الكثير من الإبهار، ختم برنامج ديو المشاهير حلقته ما قبل الأخيرة اللي استقبل فيها كل من الفنانة اللبنانية هبة طوجي والفنانين يوري مرقدي وخوسيه فرنانديز. فما بين أنوثة ورقي هبة وجنون مرقدي وفرنانديز، نجح البرنامج بتقديم حلقة استعراضية غنائية بنكهة عربية وأجنبية مختلطة. أما المفاجأة الكبرى اللي شهدها البرايم فكان انسحاب النائب مصباح الأحدب بالدقائق الأخيرة، حرصا منه على إبقاء المنافسة بين كل من دليل خليل وويسم خلالاتي وجاري غزال أصحاب المواهب الفنية. كاميرا أغاني أغاني والزميل جوانا يوسف واكبوا تفاصيلها الليلة ورصدوا أهم اللحظات بالكواليس. الفنانة اللبنانية هبة طوجي كان لحضورها سحر ووقع خاص مع اللوحات الغنائية اللي قدمتها ومن خلال طلتها الراقية اللي لفتت الأنظار. أما أغاني أغاني فكانت التقتها بالكواليس، وهيدا اللي قالته عن الحلقة قبل دقايق من صعودها على المسرح. بتصور انه رح تكون حلقة حلوة كتير، خاصة انه دومي فينال يعني، وفي كتير اشياء حلوة وتابلويات كتير انترستينج يعني، فأكيد بعتقد رح تكون حلوة. يعني أول شيء ليش نتحكم بتعقد يعني، إن كان استاسيمو أو منى أو أسامة أكيد يعني. دايما في رهبة، بحيلا محل بكون موجودة فيه في رهبة كبيرة يعني، وأكيد وقت يكون برنامج مباشر وهالقد محضور وناجح أكيد بيكون في رهبة شوي. اليوم اللوك هيك مميز وكلاسيك، خبرينا أكثر عنه. هلا هيدا الفستان من تصميم المصمم العالمي إلي صعب. أول فستان لبسته لأغنية لازم غير نظام كان من لانفان، ورح يكون في كمان جامب سوت ديزايند باي إلي صعب كمان، وبعد فستان رابع يعني. هبة اللي تعتبر أول نجمة لبنانية بتغني بالسعودية، شو خبرتنا عن كواليس الحفل بالإضافة لكشفة ولا أول مرة خريطة حفلاتها ومفاجآتها المقبلة. رح يكون بمارتش بتركيا مع نوتردام دو باري، جمعتين رح نكون هونيك، بأبريل بروسيا رح غني بالكريملان كمان كإسميرالدا يعني كمان 2 ويكس، وبعدين في تور كتير كبيرة مع نوتردام بكندا تقريبا 4 أشهر رح ندور فيها كل الولايات بكندا. يمكن هذه كمان خطوة حلوة رح تكون ومنا هينة. خبريني شوية، نرجع على السعودية، يمكن ما كتير حكينا معك عن هذا الموضوع، كيف كانت وقفة على المسرح؟ بيختلف الجمهور السعودي عن الجمهور يمكن اللبناني أو اللي قدمت قدامه؟ يعني أكيد الحفلة اللي قمت فيها بالسعودية مش عادية، ما بتشبه غير حفلات، لأنه كونه أول مرة امرأة بتوقف على مسرح بالمملكة العربية السعودية، فهيدا الشيء يعني إنجاز فني لإلي أنا شخصيا، وكمان إنجاز للامرأة السعودية ككل يعني، أنه تقدر توصل لمحل يكون في مساواة بينها وبين الرجل، وكمان تقدر تروح على مسارح تحضر كونسرتس ويكون عندها هيدا التشانس كمان. أكيد هيدا خطوة كتير مهمة. في السن انتهى بسرعة وحمرت أحراش الغار، والمرة اللي شعرها أحمر مثل شعراني بالنار، لا بداية ولا نهاية والوقت نار غريب مثل مروري بأفكارك لحظة بتلمع وبتغير. بالنسبة للبنان في بعد كتير أشياء عم ندرسها، بس فيني أقول لك أنه رح كون بمصر لأول مرة لإلي أنا من 10 سنين يعني، جمهور بمصر عم بيطالب. كان في كتير عروض بس ما سأبت ولا مرة. هالمرة رح يكون ب 30 أفريل بالقاهرة، ورح يكون كونسير مع أوركستر سيمفونيك كتير كبير يعني، كمان ناطرة هنهار. غادرنا غرفة هبة وانتقلنا لغرف المشتركين اللي كان فيها عجقة تحضيرات مكثفة، والبداية كانت مع دليدا خليل. بصراحة مولعتها ورح ضل مولعتها حتى لو ما أنا طلعت السلبريتي، لأن وجودي بهيدا المسرح يعني خلى كل أحساسي يتحرك. انبسطت كتير وقدمت إشياء كتير حلوة، وأم براود صراحة أنه نعطيت هيك فرصة لحتى فجر طاقاتي ومواهبي. من دليدا بننتقل لأويس اللي أبدع بهالحلقة وأظهر قدرات صوتية عالية، فخبرنا عن التقدم اللي بذلوا وكشف أكثر تفاصيل عن اللوك الجديد ومسلسل الهيبة بجزء الثاني. توشيني اللوك من الله رعد، بكرة تصوير أول حلقة من مش أول حلقة، أول يوم تصوير بالهيبة. التغير على الستيج
حاولت اشتغل قدر الامكان على الملاحظات اللي كنت اخذها بكل حب، بذلت جهد، عملت اللي علي والباقي على الله. جاري غزال اللي كان ظاهر عليه بعض التوتر والخوف تمنى الوصول للحلقة الختامية، وكان إلى جانبه شقيقه اللي حضر لدعمه وتشجيعه. الأشياء بس تخلص بتصير بتزعل لأنه عم تخلص، بس بتصير هي أحلى بحد ذاتها. الوقفة اليوم على هذا المسرح كانت مثل هيك، مثل ما سبق وذكرت ستيتمنت، قدرنا نوصل لها لأنه عن جد محل حطيت من قلبي واشتغلت قد ما بقدر، والحمد لله أنه paid off يعني، أو هيك قدرت أحصد ثمرة الشيء اللي قدمته. مسوار جيمي، يعني اليوم هيك أدي وجودك حده بقوي وبيعطيه أكثر طاقة واندفاع. هو ما نو بحاجة هلأ، مهم يوصل على الفينال وكله بيكون كتير منيح. بالعودة لضيوف الحلقة، الفنان يوري مرقدي أيضا كانت مشاركته ملفتة، وهيدا اللي قاله عن الحلقة وأجواءها. أنا كتير مبسوط وسعيد إنه الـ MTV اختارتني لتاني مرة على التوالي بالدومي فينال، وكون مع فنانتين رائعتان اللي هن كارول سماحة وهبة طوجي. مبسوط كتير، بالعكس شغلي كتير حلو، بعرف البرنامج قد ايه له أهمية وقد ايه محضور. أغرقني لون البحر في عينيك وعادت وانتشلتني خصل شعرك. يوري المعروف بجنونه واتباعه لأبرز الصيحات بعالم الموضة خبرنا عن اختياراته الليلي، أما زوجته فكانت مرافقته كالعادة بالكواليس. لا، الحلو بالبرنامج هلا كنا عم نحكي إنه هن المشتركين عم بيختاروا الأغاني، مش إنه الفنان جاي يعرض مهارته والغنية اللي عباله يطلقها أو شيء. يعني أويس نقى مثلا شفتك على الطريق غنية قديمة إلي بس كتير مبسوط فيها، أنه رح غنيها أنا ودليدا، رح نعمل شيء مدلي لعبد الحليم هيك فيه كتير رومانس وشي حلو، وأنا وجاري عربي وأنا بس بفيرسيون جديدة عملتها كمان حتى ما تكون عم بعيد تبع السنة اللي ما رأيت. ولا مرة شفناك مع ألفت هيك بعمل غنية أو استعراضي أو شيء يجمعكم مع بعض ويجمع جنونكم مع بعض؟ لا، نحن معنا نسوان يغنوا بيقعدوا بالبيت وبيطبخوا. شو يا ألفت؟ هيك حرام، ليلة ليلته ما في أحكي. هاي واحد. اثنين، ما بدو يفوت معي بمنافسة لأنه ببطلون يحضروا، سو اتس اوكي، حرام نو. صح صح صح. خوسي فرنانديز سجل حضور محبب جدا ومختلف بهالحلقه. بي لا بروميير فوا سيتي جو بونس ا يا 2 ans de ça 2015 non et j'ai aimé le concept de l'émission comme je l'ai dit auparavant c'est une bonne émission de divertissement où on rencontre des gens merveilleux et avec qui on partage notre esprit musical et vraiment j'ai adoré. نهاية الحلقة فعلا كانت مؤثرة مع انسحاب النائب مصباح الأحدب اللي حب يوجه كلمة صادقة ومن القلب لكل الأيمين على البرنامج، لتبقى حلقة الأسبوع المقبل الحد الفاصل بالنسبة لدليدا جاري وأويس. أنا بشكرهم جدا، وخاصة يلي ساعدونا على السوشيال ميديا، لأنه بالفعل أنا بعرف قديش كان في ناس عم بتشجعنا وهيدي كانت ضرورية، لأنه مثل ما قلت الناس أثبتت أنه هي متقدمة كتير كتير على النمط اللي عم بجرب يفرضوا البعض عن السياسيين. لا، بالآخر إذا أنت عجبني بجيبك، ما عجبني ما بجيبك، يعني ما حدا بيعتبر حاله كعبه أعلى من الناس. فيمكن كان في مخاطرة بأول طريق وكان في رهان على الرأي العام اللبناني، ولكن أنا برأيي أنه كان المفروض تتاخذ، لأنه نحن في قوى ضخمة عم بتواجهنا وما فيك تواجههم بطريقة تقليدية، بدك على الأقل تجرب توصل للناس وتقلهم للناس يفيقوا، لأنه بالآخر قوة التغيير بتكون لما الناس اللي نايمة بتفيق، ما لما الناس اللي جربوا يقودوها بطريقة محددة هي اللي بتنزل وبتتحرك بالانتخابات. اللي ما بينزلوا بالعادة هن اللي بيقدروا يغيروا، ونحن منراهن عليهم، وهذه كانت المناسبة بالنسبة لي استثنائية حتى أقدر وصل الرسالة للي لازم توصل له. أول ما شفته ما حبيته، سلم علي ما مسيته، من يوم شفته بالي مشغول.